الإمارات أطلقت شركة ميرال الإماراتية خطة تطوير القسم الجنوبي لجزيرة ياس في أبوظبي بقيمة استثمارية تصل إلى 12 مليار درهم. وقام وفد من مسؤولي الشركة بإطلاع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تفاصيل المشروع الجديد ومراحل تنفيذه. وتضمنت خطة التطوير إنشاء 3 مناطق، الأولى ترفيهية وتحمل اسم ياس بي، والثانية إعلامية لتكون مقر هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، والثالثة سكنية تحمل اسم Residence. ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 14 مليون قدم مربع، وقد يستقطب أكثر من 15,000 ساكن جديد. وللمزيد حول خطط التوسع التي تقوم بها ميرال، ينضم إلينا في الأستوديو الرئيس التنفيذي لشركة ميرال محمد الزعابي. أهلا بك، أهلا ومرحبا فيك أستاذ محمد. حدثنا عن الخطة لتطوير جزيرة ياس بشكل عام. وشكرا على الفرصة. طبعا ميرال أطلقت في سبتمبر 2016 خطة جزيرة ياس تطويرية لسنة 2022، نهدف من خلالها وضع جزيرة على خارطة الخارطة السياحية العالمية كأحد أفضل 10 وجهات على مستوى العالم لمراحل العائلات، وكذلك الاستقطاب أكثر من 48 مليون زائر بحلول عام 2022. ومن بناء على هذه الخطة أطلقنا عدد من المشاريع في جزيرة ياس، على سبيل المثال ورنر براذرز وورد أبوظبي، وكذلك سي وورد ومشروع كلايم. نعم، ما هي المبالغ المرصودة لهذه المشاريع، وما هي المدة الزمنية التي تتوقعون أن تنتهي فيها هذه المشاريع؟ مشروع ورنر براذرز وورد أبوظبي كلف تقريبا مليار دولار أمريكي. العمل ماشي على وتيرة سريعة والحمد لله على قدم وساق. الإنجاز بيكون إن شاء الله في 2018 بيكون افتتاح. الجميل في المدينة بتكون أول من نوعها على مستوى العالم، بتكون متكونة من 8 مدن مختلفة، الثيمينج على مستوى عالي جدا، وكذلك فيها أكثر من 29 لعبة، وكل لعبة شيقة وتحمل كاركتر معين من ورنر براذرز الشركة العالمية. نعم، ماذا عن ياس بي؟ أمس أطلقتم ربما أو أعلنتم عن تطوير مشروع ياس بي، هذا المشروع الجديد، كيف هو هذا المشروع؟ نعم، كجزء من خطة 2022 طورنا الجزء الجنوبي لجزيرة ياس. في هذا الجزء بيكون فيه 3 مشاريع محورية. المشروع الأول واللي هو بيقوم بتطوير شركة ميرال اللي هو ياس بي. ياس بي بتكون من عدة مطاعم، تقريبا 50 مطعم، وكذلك فندق هيلتون تقريبا 641 مفتاح. الجميل في هذا الفندق أن حطينا في بالنا لازم يكون مناسب للأسواق اللي نجذبها في الجزيرة، وأهمها السوق السعودي. فالغرفة بتكون كبيرة 40 متر مربع تقريبا، بحيث أن الوالدين مع طفلين يقدرون يأخذون راحتهم في الغرف. وضعنا كذلك الأرينا اللي هي ميدان مغطى بالكامل، بيكون متعدد الأغراض للمؤتمرات والأعراس والحفلات وكذلك للمعارض، تقريبا 18,000 شخص الساعة الاستيعابية. الجميل في المطاعم بتكون كلها على الووتر فرونت، وبيكون فيها كذلك بير لأول مرة فلوتينج على الماء إن شاء الله. نعم، ركزتم في هذا المشروع وتطوير جزيرة ياس أو في ياس بي على الجانب الترفيهي أكثر. ربما تذكرت أنكم تسعون لاستقطاب السوق السعودي، هل هناك أسواق أخرى أو أرقام تتوقعون استقطابها من السياح؟ طبعا اليوم السوق السعودي والسوق الصيني والهندي كذلك هم أهم 3 أسواق في جزيرة ياس. السوق الروسي دائما يلعب دور كبير، السوق الألماني والسوق البريطاني. لاحظنا زيادة تقريبا 9% في 2016 مقارنة 2015، وإن شاء الله نطمح لنوصول نفس الزيادة هذه السنة. نعم، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، ربما سمعنا أو ذكرتم أنكم ستوزعون أراضي أو ستبدؤون البيع. نعم، في أراضي ربما لإنشاء بعض الوحدات السكنية. عدد هذه الأراضي ومتى ستبدؤون عملية بيع هذه الأراضي؟ هو الاستثمار بشكل عام في الجزء الجنوبي من جزيرة ياس تقريبا 12 مليار درهم. ميرال بتستثمر 4 مليار في ياس بي، والجزء الثاني وهو جزء مهم جدا أيضا المنطقة الحرة الإعلامية 244 اللي بيكون بتنتقل من المكان الحالي لمكان جديد في جنوب ياس إن شاء الله، وكذلك الجزء الثالث واللي هو عبارة عن 35 أرض بتكون معروضة للمستثمرين للشراء وتطوير مباني سكنية. نعم، من الطبيعي أن تستقطب أو يستقطب مثل هذا المشروع مهارات أو يتطلب مهارات وظيفية معينة، هل تمتلكون المهارات الوظيفية الكافية أم أنكم تستقطبون المزيد لإنشاء عملية؟ شركة ميرال الحمد لله تطورت أكثر مشروع على مدى 5 سنوات الماضية، اليوم في ورنر براذرز وسي وورد ومشروع كلايم، كذلك المراحل تطوير لمدينة عالم فرع أبوظبي. عندنا الخبرات الموجودة في ميرال، ونتعاون كذلك مع شركائنا العالميين في تطوير مشاريع.
في مشروع الجزء الجنوبي من جزيرة ياس، طبعا من خبرة اكتسبناها سابقا اهتمينا جدا أن يكون فيها المشروع كان متكامل، بيكون في ان شاء الله 3 كيلو تقريبا مخصص للدرجة الهوائية، بيكون مسار مخصص للركض، طور ان شاء الله 20 حديقة عامة للناس. الهدف منه أن يكون مكان معين، مكان واحد يمكن أنك تسكن وتشتغل، وكذلك تروح ياسبي تستمتع مع عائلتك في مطاعم على مستوى عالمي على الوتر فونت إن شاء الله. معروف في دول الخليج أستاذ محمد أن الجو حار، وخصوصا في أبوظبي، ربما في الإمارات كذلك الجو ربما يكون رطب، هل أنشأتم ما يمكن أن يساعد في التهدئة من هذا الجو للسياح؟ طبعا هذا دائما يكون من أهم المعايير عندنا في تصميم المشروع. في ياس بي المطاعم بتكون إن شاء الله أوت دور في الشتاء، وفي الصيف بتكون اندور، بحيث أننا نسكر الكوريدور بنوافذ زجاجية، وهذا ما يساعد على تلطيف الجو إن شاء الله في الصيف. إن شاء الله. كنت معنا إذن الرئيس التنفيذي لشركة ميرال محمد الزعابي، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا.